بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2021-2022. ترأس السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشين العامين اليوم لقاء تنسيقيا حول التحضير للدخول المدرسي 2021-2022 مع مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرات ومديري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حضوريا ومدراء مراكز التكوين عبر تقنية المناظرة المرئية. وقد شكل هذا اللقاء تدارس خلالها المسؤولون المركزيون والجهويون أهم التدابير والإجراءات المتخذة للتحضير للدخول المدرسي المقبل، سواء على مستوى البيداغوجي من خلال طرح السيناريوهات المحتملة في حالة استمرار الوضع الوبائي ببلادنا والأنماط التربوية التي من المحتمل اعتمادها لتقليص من تأثيراتها السلبية على جودة التعليم وضمان التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين والحرص على سلامتهم الصحية وسلامة جميع الأطر التربوية والإدارية، وكذا على مستوى توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية. كما تدارس التدابير المتخذة على مستوى برامج الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك من خلال استكمال جميع العمليات المتعلقة بتعيين الخريجين والحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص. وللإشارة فإن محطة الدخول المدرسي المقبل ستأتي في سياق خاص، حيث ستتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في 8 من شتنبر المقبل.